هل يسمح الله بالألم ولماذا لا ينهي الشر؟ كان مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة عبر اتصالات هاتفية أجرتها نور سات مع كل من الأب فرح حجازيين من البطريركية اللاتينية في الأردن، والأب أنطون لطوف من كهنة الروم الكاثوليك في لبنان، والأب نور القس موسى من الكنيسة السريانية في أستراليا، حيث أجمع المتحدثون على أن الألم هو اختبار بشري لصبر الإنسان على ظروف الحياة، وهو ناتج عن خروج الإنسان من الفردوس. أما الشر فهو نوعان، شر أدبي والآخر طبيعي، ومصدر الشر في الغالب نابع من قلب الإنسان الذي يغويه الشيطان، وأن الناس يسيئون لأنفسهم من خلال وقوعهم في الخطيئة، وعندما يمنعون أنفسهم من ذلك سيتمكنون من العيش بسعادة وصحة وروحية كاملة. في نوعين من الشر، الشر الأدبي اللي هو الخطيئة، والشر الطبيعي اللي هو الألم الطبيعي مثل المرض وجوع وعطش وما شابه ذلك. الشر الحقيقي هو الشر الأدبي الذي هو الخطيئة، وسوف أتحدث أنا عن هذا الموضوع ومصادر هذا الشر أي الخطيئة. وأما موضوع الألم ومصادر الألم فأتوقع راح يكون في كاهن آخر يتحدث حول هذا الموضوع. وأحب أميز على أنه الألم الطبيعي هو مش خطير، يعني حتى السيد المسيح جرب الألم الطبيعي، هو تألم من الجوع والعطش والتشرد، وهذا طبعا في حد ذاته مش خطير. وأما الشر الأدبي فهو الخطيئة بالذات، ولهذا السبب القديس بولس بيحكي لنا على أنه السيد المسيح قد صار شبيها بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة، يعني جرب الألم الطبيعي ولكنه لم يجرب الألم الأدبي أو الشر. فأنا حديث راح يكون إذن عن الشر أي الخطيئة في العالم. منذ القدم والإنسان بحاول دائما أن يبرر خطأه ويلقي مسؤولية أخطائه على غيره. فآدم اتهم حواء، وحواء اتهمت الحية أي إبليس، وفي الواقع أن هؤلاء معا هم أصل الشر في العالم. ولكن للأسف حتى في يومنا هذا نجد من يوجه التهمة ليس فقط على أخيه الإنسان، بل أيضا إذا ما ألم به الشر أو حلت به مصيبة اتهم الله قائلا هذا من الله. وننسى هذه الحقيقة الأكيدة، وهي أن الله هو الصلاح بالذات، ولا يمكن أن يخرج منه إلا كل ما هو صالح، لا يمكن للشر أن يصدر عن الله. ويؤكد هذه الحقيقة سفر الحكمة القائل ليس الموت من صنع الله ولا هلاك الأحياء يسره، لأنه إنما خلق الجميع للبقاء. إن الله خلق الإنسان خالدا، لكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم فيذوقه الذين هم من حزبه. فوجود الشر في العالم هو موجود مما لا شك فيه، وتحير العلماء والفلاسفة في تعليل مصدر الشر. فذهب بعضهم إلى القول أن هناك إلهين، إله الخير وهو سبب كل خير في الدنيا، وإله الشر هو سبب كل الشرور في الدنيا. لكن هذه العقيدة مغلوطة، إذ لا يمكن أن يكون هناك إلهان، فإما هذان يكونان متساويين أو واحد أقوى من الثاني. فإذا كانا متساويين فلا واحد منهم إله، لأن ولا واحد له السلطة على الآخر. وإن كان واحد أقوى من الآخر فالأقوى هو الله، والأضعف لا يمكن أن يدعى إلها. فحديثنا راح يكون إذن عن مصدر الشر في العالم. عندما نلتقي بالشر في العالم وفي حياتنا اليومية من حروب وويلات وخطايا، يجب أن لا نتهم الله أبدا أو أنه وراء كل هذه الويلات، لأن الله كما ذكرنا هو الصالح ولا يصدر عنه إلا كل ما هو الصالح. إن مصدر الشرور في العالم ثلاثة كما يذكرها لنا القديس يوحنا الحبيب: أولا الشيطان، ثانيا طبيعتنا البشرية، ثالثا العالم. الله بسبب سقطة آدم صار الإنسان معرض لجميع أنواع الألم، جميع أنواع الاشياء اللي بتصيبه بصحته بنفسه بعقله. ممكن واحد يكون بالفرشة سنين طويلة، ممكن طفل صغير يموت. يعني نحن ما قلنا حق نتهم ربنا بهذا الموضوع، لأنه
لأنه الإنسان بطبيعته معرض للألم والشر بسبب سقطة آدم. هي نتيجة سقطة آدم. تاني نقطة أنه أوقات كتير هو الإنسان بيجيب الشر لنفسه. يعني وقت اللي أنا بروح أنا بغلط مثلا برتكب جريمة أو الإنسان بيعمل خطية معينة، دايما الخطية إلى عوائب، ما في خطية ما إلى عوائب، كل خطية إلى عوائب طبعا. ولما الإنسان بيعمل خطية وبيعاني من العواقب، ممكن هذه العواقب تكون صعبة وكون طويلة الأمد نتائجها، فما له حق هو يجي يقول أنه ربنا سمح أنه أنا أقع بالشر. هلأ بغض النظر عن أنه الناس بيصلوا ولا ما بيصلوا، يعني هلأ هي إذا واحد مؤمن وعنده علاقة بالله وبيحب يسوع كمان، ما يعني ربنا ما وعدنا أنه حياتنا تكون خالية من الصعوبات. يكون لكم في العالم ضيق لكن ثقوا أنا غلبت العالم. فأنه هيدا المبدأ الأساسي. نعم، يعني لو كان مؤمن مش شرط أنه يكون غير معرض للألم. يعني لا طبعا كل الرسل مش راح يغش مع أصحابه. نعم، كل الرسل وكل القديسين والشهداء والمعترفين، الكنيسة مليانة من متألمين. أكيد الكنيسة هي يعني الكنيسة على الأرض اسمها الكنيسة المتألمة، والكنيسة بالسماء هي الكنيسة الممجدة. نعم صحيح. نعم أبونا، أبونا الله بسمح، نستطيع نستخدم هذا المصطلح إنه الله بسمح بالشر؟ يعني مش من إرادته بس بسمح، ولا بيطنش يعني بيعمل حاله يعني بيشوف الشر وبيلف وجهه؟ ربنا ما بيسمح بالشر. مثلا بدي أقول أنه شخص راح عمل سحر لشخص تاني. نعم. أنه هلأ هو الشر موجود وإبليس موجود من بدء الخليقة وهو مع عدو الإنسان. هلأ النقطة اللي بعدها اللي بدي أنا أقول أحكي فيها أنه حياتنا كلها هي معركة مع إبليس. من وقت ما ربنا ببدء الخليقة قال لحواء نسلك يسحق رأس الحية، أنه هذه العملية مستمرة من بدء الخليقة حتى انتهاء الدهر. نعم صحيح. يعني وقديسين والنساك والعيشوا بالقفر، أباء القفر عرفوا أنه حياتنا كلها هي معركة مع تجارب إبليس وهجمات إبليس وشهوات إبليس. هلأ لما الإنسان بيضعف روحيا وبيهمل صلاته، ولما الإنسان بيصير بعيد عن ربنا وعيش بخطية مزمنة، بيفتح الباب لأنه الشر يأثر فيه. أكيد أنه حياتنا أنه نتعرض كثير أنه من الأزمات، من المشاكل، من التهجير، وخاصة مثل ما ذكرته أنه التهجير خاصة اللي طال علينا أنه من آيسس وغيرها. نعم. فممكن انه يفكرون او الكورونا هسه الموجوده، اكل اللي يفكر انه ينسف هالشيء مع الاسف انه ل الله. فاقول انه مثل ما قال انه ابونا فرح وابونا انطون انه مصدر الشر هو من قلب الانسان، وهذا اللي يحزن انه الله يحزن بسبب هالشر الموجود. فليش يسمح الله بالشر وليش يسمح بالالم؟ أنه أقول أنه صحيح أنه الشرور ليست كلها من خيار الإنسان، هو ما يختار أبدا ألم ابنه أو موت أمه، لكن أكو شرور تنتج من خياراته. فلو أنه لم يكن للإنسان أنه حرية الخيار بين الجيد والسيء، بين الخير والشر، كيف يكون لخيار الخير والرب هو قيمة ما؟ إذن خلق الله الإنسان على صورته ومثاله، وضمن هالصورة تكمن إرادة الإنسان الحرة. نعم. حتى يمارس الإنسان حريته أنطى الله إمكانية الخيار بين شجرتين. من قال أنه في سفر التكوين الفصل الأول آية 17 يقول، وأما الفصل الثاني الآية 17 يقول، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها فيوم تأكل منها موتا تموت. نعم. إذن أرجع وأحكي أنه الله يسمح بالشر. ليش؟ حتى أنه ينظر الخطأ، حتى ينظر الخطأ
نعم. ويسمح انه الخالق بان تصاب المجموعات انه البريئه وغير البريئه بالمصائب والنكبات كانذار مدوي يعود الناس اليه حتى انه يرجعون، كما انه ايضا يسمح مرات بالشر الطبيعي، وهذا اللي صار مثلا مع كورونا وغيرها او الحروب، لتاديب الشعوب ولانذار ايضا اولاده. يقول عاموس، يقول أم يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد؟ هل تحدث بلية في مدينة والرب لا يسمعها؟ هكذا يقول عاموس. إذا يكمل وربنا يقول أيضا يسمح بالشر حتى يؤدب الناس، لأن ربنا يحب الناس. في البدء خلق الإنسان وكان كل شيء حسن، يقول خلقنا الإنسان على صورتنا ومثالنا. لكن الإنسان بعد ما ظل ما مثل ما حكى أبونا فرح وأبونا أنطوان وسقط بالخطيئة، فالله سمح أنه بالشر حتى يأدب الناس. وتأديب، التأديب أقول هو غير القصاص. القصاص هو أجرة قاسية لعمل شرير، لكن التأديب هو درس قاسم لتأسيس أنه عمل يكون أفضل، للتعليم يعني، للتعليم، للتعليم، للتعليم. نعم. إذن مثل الشجرة اللي بتهذبها. إذن التأديب يهدف لتعليم الإنسان، والله ما يرضى بالشر ويؤدب الإنسان حتى أنه يصحح حياته ويرجع إلى حياته الأولى اللي كانت بالفردوس.